الفنان حسين الجسمي نشر صورة ليه على حسابه على انستجرام مع قيصر الغناء العربي الفنان كاظم الساهر من كواليس تحضيرهم للحفلة اللي هيحيوها مع بعض في مهرجان صيف دبي، وكتب في تعليقه على الصورة: شخصية تستحق الاحترام والتقدير، بتنور دبي والإمارات بوجوده. جمهور الجسمي عجبته الصورة جدا، وواحدة فيهم كتبت في تعليقها: منورين الفنان الرائع والقيصر، فعلا عمالقة بالأخلاق والفن.